بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن ثمن الكلب. وحبابي هاي ريبد الله يسكر ريبي أي قال عكتي سامي إبسيكي سيكا قنع سيكيس. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي أنه سمع عنه مغلب مسعود عقبة بن عمرو قال: وحول السحابي قاس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي بأمضى كرهب عن ثمن الكلب أي العقتيس ومهر البغي زاني يد العقتي قاطية خرش قاط يو حلوان الكاهني عرافك خرش كيس محل الشاهد كنا مركة وثمن الكلب أي العقتيس أي إن لك لإبسده والله قطه أما أدوا العكب بحسو أما العك كتم الآت قادات أنتم بين حارانت هاي يا حديثك كوعد علوم ذو حسكو خلافين سبب كلودي ذي أما الله حرمي أي قال العكتيس وإذا ذو حيدا هو نجاس وشافعية ذي وإذا ده تاجر سو حيدا نجاسوي شيء والبون نجاس أنا بعيسو وحاران ما ربنا أنو سيدا ميتة وكل هالكاس إلا مري وإذا ذو حيدا أيجو وحيوان هؤلاء خاصة لوقب صدو ميل وبان دوبان أخلاق ذي رقان كوناكسن مكينة إن لك لأيب سدي وحكينة إن لا يسسي صدى بصدى يكم كلاش الله كرقاته أن لا يسكي إيبنين أي أيجنا إن لك لأيب سدى ما نكو أبا هذا وين ميلها كسو جيتو أما متكلو هيستو وكسو قاته لكن إن سدى حولي الله كرقنا عصدو وخلق يدقنا وناكسنين هل كاسي ودادان الله مريد لكن حديث بو حكيم طعمة جاهلية أيه إنه يهاي عنطق يقود أي جاهل واستعمال الجيران العقد سيا خرج كيس مرك خلافا للجاهلين لا حرمي بحديث كعضينية ومهر البغي جمهور السلف نسيت هذا قبل جمهور الفقهاء وحي قبان أن لك لقاعد أي ورد باب كلام مريو وإذا داو حيلين أيه أي قل الصور ربي انتفاع سيا سلف الصحيح سيد أي بيرت إلى أن لي كي أرجع راعي كي لو وارسني متك أسوأ من فعلي سوى بنانتها إن لك لا يبصده وي بنانتها يدادين ومالك يذا كم إذا رجع هو شاس مري بعض الحنفية وكثير منهم نادوا ويقبان مهر البغي أسوها دي وحويا واحد جذب ومعصي وأجر كائما إذا الزنو حاران مرك هوين إذا شرك ذاك عن عزتاء مزان يدا وحي كي مد خرش قاتين وحواس وحاران لأنه وأجر مال في مقابل عوض حاران وحلوان الكاهن الكاهن عند العرب سيد الله بدنيا والروحة إذا هذا مستقبل كي غيب كان وحكي شيئا وحصوص سعودة سنة كما أبارب النقون دونا جريد إيمان دونتا عذر هذا صوفه اللي مستقبل كذا قل يا أكونا يا وحن فيرنا هذا مستقبل كذا إسلام في عمبت قوسين دونتا عرب يقول لين دونتا فالحب باتهاي أضوه قمي باتهاي وحاوية سيد هذا بعدون كا فرطة مثن ميسيد قل يا بابك آخرية جرة أم من كان إلى يومنا هذا يربي قلبه وكجرة دكان وفرن بدر كيسا وانا كرهت دغاي تورنتو دخليدا انا وسعود ميل لي برير وسعود وخا لي دي وخا دركسا شان فرود ميل كو سوورن او غوري وي عادي وخا جو كاهين با جوغا مستقبل كادي النصيب كادي يو هوينه غورسن دونتي شقاد هلي دونتي يو ميشد كو دمي ميل لو شيغاهيا فرهاد لا اخرن هيا المهم ميل ولب خرافه امي كو كجيرتا سومالي لبسما ميل ولب كتاغتا الكاهن مركا وا روحا كورا مستقبل كيا غيبيات كدعهاي عراف كنوا والله مثل في تركيز ومنجم كأيا وليها حدقها صادالية مثل عراف كوحل لحظي شيء العراف عند العرب وحقيقة أنا أيوة مثل شيء مسروق على شيء وحل لحظي بان أنا سو شيء هيا وحقوق عرابت كقاعد روح كود عي كعراف بالليل هذا وحبها إيمان دوني مستقبل كروح الدراسان وحيدها كاهن بقية قلنا مركا رمال كفالية هي مثل عراف كوحل لحظي وحل لحظي شيء iy mid ka mustaqbalka darasiga saadaaliye kulli ka hin baa isku oran khataabi waayiri si kastaba noqotee nin walbo isku daya qaybka inuu tariiq aan sharciin umar ogaashiisa ayaa ku soo galaya kaahinki wuxuu lwaan kaahina ujrata kaahin kaahinka wax sheega ujradiisi wuxuu qaatana waa haaran akhbarna yunus ibn abd al-ala sanani qala hadana ibn wahab ibn abdullah qala akhbarna ma'ruf ibn suwayd al-judami معروف أن سويد الجذامي أبو سلمة المصري ذهب وحول ثقة وهذا هو الصواب ذهب وحول وثقة في الكاشف الكاشف لمن لهم رواية
في معرفة من له الرواية في الكتب الستة كتاب غير هذا ثقوا كيري. أما ابن حجر حلو ومقبول شارحنا ومتابعيه وقرعي وتقليدي نقص ثقية الراجحة سيدا درت يد ما دام وذهب ثقة ويري ابن حبان توثيقية نسائنا وتخريجي حافظك تضعيف انت ورموسا كنت تقنانين حديثك فتح الباري وحكول وسند وحسن حديث كان لابتر كيزا وإن كان كجر معروف ابن السويد الجذام حلو إسناد وحسن ومجلد كأفراد صدح بقول صدني اللح مركا نكو ثقوي أن علي بن رباح اللخمي علي ومقعي سين الآخر بالتصغير علي أن علي بن رباح اللخمي حدثه حوشك أنه سمع بهرته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مبنانه ثمن الكلب أيق العقد سيا خرج كلاقات أيق مبنانه ولا حلوان الكاهن وحشاق خرج كسنة مبنانه ولا مهر البغي زانية وحلا سيانا مبنى إلا عنه وإلا إسكيلا حتى النبي قلت لك يا قبلها الضومها إيه شقية إيه سيدالك أصول شقية مننا كشقين جري إنا وحي كنا أنا لا استعمالين وحوله هذا الإسكيلا لي هدان لؤغين شقة ذي كشقية هدان لؤغين شقة ذي كشقية هذي نرطيد يمسك التمد يبير فليد يهول معروف ولا يغنى كشقيس لب مرها لكن هذي aan laga warqabin waxa ku badnaa inay jiraystaan oo markay wax waayaan wax ka soo qaataan kadibna ay sidka u keera wada degliyay ba jira dumarka yurbe galbeed u shaqo taga ee shaqooyinka ka shaqeeyaan aan la ogeyn ama meesha xaraamta ay ku tahay qaalibka ay ku badan tahay in la iska ilaaliyo aanu meelaha waxa laga shaqeeyaa baqti iyo khanziir iyo khamra iyo shaqo xalaal ah ku yiraahdo ma wadankaas shaqo xalaal oo nadiif ah iska daa dumar rag u inay helaan ba ku adag marka waa in aad looga diyaa la iskaga ilaaliyo ma aha dadka in la tumo laakiin muxuu maadam u gaalib yahay oo u badan yahay xaaraantu meel walba ay taalo in la ihtiyaado la tawarco meeshii ku jirtaa idon gabdhaha muslimaadka aan la tumay xadiidku duruq kale u leeyahay oo aan tan ahayn waxaad faafayntad ugu laaban kartaan anisu saari 4498 wuxuu gaarsii ilaa 7 dariiq buu gaarsii wadaadkaas duruqda xadiidka hadda inu hayne abu hurayra marka asaga laga muraajaci waa xadiid sax ah أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف الكندي عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب شقاء وحا أشر بضن كسب حقسي يا شقاء يا عمل لقبت وحا أشر بضن مهر البغي زانية خرج كذا وثمن الكلب أيق العكتيس وكسب الحجام توب لها شقديس ننك وحا طوب حجامك ننك طوب إضادك انتو بكيري يا معان قرادة جيسي وحكسوا إنه هذا نصر صاري دي كأنا واتقنا توب لله لذا أما طوبه وحطوبه جمهور أهل العلم لكن وحقيقة بأن كسب الحجام إنه حلالية نك حجام ك شق حلال قبته ضدك الداوين رخاطرته اللي مدي هاي وليها ضدك قلي يا مبريشمة وحولي غاتاني نك النمالي روك حاون يزوم من توبه دي كأنا هذا نك وقالها ياي ويبنان تايليه سيد حديثك صحيح إنك نبي عن توبه إنه نك توبه خرج كيسي أحاديث فربضان باكوت هيمد marka laakiin waxay leeyeen wuxu nabu u koohday waxa way shaqo maanto dhig iyo xinjir faraha kula jir oo shaqo ka dhigo oo dhig u nuug oo si jid oo dalan dal wa hawlan rag ku shaqo goobed ma aha shaqo goobed ma nabu u jeedaa mooyeen wa xaran oo ma jeeday dheef juur ahal cilmi wa macna macquula macna macquul labada laakiin hore ee mahrul baghiya iyo thamanul kalb azwa muran la aanway muran la aanway مرق وحير ربا إنا إسوافجيان فعل كنادي محمد يفصح أو فصحي حتى ابن عباس غيرك ينهي وحكو حنباري مرق نهي كراهية وتنزيه أمال رقن لقوان أكسين لكن أنا حرام ماهي باب الرخصة في ثمن كلب السيد فصيح دا اللي اسكوف فصحي أي قال لغو أقرسل العكتسي كلا إبسيكيس لأنه إلهي مركم منفعية ديف بنايو ديف تاوحي كي ما دي دقالا أما خرش إلهي وابنايا وأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه ونقص عمر أبو داودنا والعكس صحيح طيب إلهي ضم منفع بنينا منفع ذاسي وحكي ما دعي وذي بدل واخير أخبرني إبراهيم بن حسن المقسم قال حدثنا حجاج محمد المسيس الأعور عن حماد بن سلمة أبو سلمة البصري عن أبي الزبير محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومضى حكرب عن ثمن السنوري مكلاش العكت هذا سنور هو بصد مكلاش يعني يرتى magaca badan bay leedahay dinad iyo basho iyo nin walba magac uu ku sheegay baashan uu yaawda tiraade dadka nafta u keentay waa sinawrka la yiraahdaa naha nabi noo madhu xukare baan thimani sinawri bisadda ama mukulaasha lacagteeda in la kala ibsado iyo wal kalbi ayga illa kalba sayidin ay ugaadeed mooyee inda ahmed waxa ku yimid illa al kalba al muallama
إلا الكلب المعلمة أيق وحلا بري عربي سمى موية. قال أبو عبد الرحمن النسائي حلو وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. والنسائي وكان محل أقول أكتي وحي أن صوشي وقدان أي أنه كل أكتيه وكصحيح بكله النسائي وش سوان الله سعوت لكن شارحه أو شو أبي يلم هاي. طيب الإمام النسائي حكم كيس أحاديثه وين لا اعتباريه. طيب جهد بضم بكب حيه إنك ضعيف وأرك واطورة هاي أضوها ضد أنه كو خلاف وقعان كلاق هذا لكن وانا اعتباري سرائيه والإمام ناقد الرأي سماش كويال أضوها ضد أنه اجتهادك هذا خلافه لكن إنه سوداتك هاللنبا او تخريجك وحبيها هكا سو قادي دبك جيره قازوي. ابو عبد الرحمن نسوي حول حديد كان حجاج عن حماد بن سلمة هذا انه وطريق انه هيني ليس هو بصحيح في كتاب البيوع وان قد يرنوا سودو ان شاء الله تعالى وحكورن دونا وهذا منكر حديد كنتو كانوا دجره ومنكر سدا او شيغي بانا صحه سدا او نسائي شيغي بانا صحه. حديد كان جابر بن عبد الله احاديث كتبت عن ثمن الكلب إن أيق العكس أي حارانتا هي أحاديث بدن باكوتي من مرن أيضا ملاح ميلا بدن باكوتي مادة وحال يسكوها يوحاوي بصد العكت هذا حديث مدح بنان أو كو أصحي والمرن كتاقنين إن مكلاش إن لك اللي يبصد أي حارانتا أما العكت ذا أن لعوني كارين حديث مدح بنان ومستقل مجر هل كان حديث جابر باكوي مادة هل كان حديث هذا أينو هينو أي كوي مادة حديث كان مرك قابك إلى من سوء اللي يعينوا حكت المانو حجاج ابن محمد المسيسي عن حماد بن سلمة حديث كان هو رفعي وحان الصدى أساكم متابعي هيثم بن جميل وذات الليداد هيثم يا حجاج باوري عن حماد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وحان مرك حجاج يا هيثم بن جميل خلافي سويد بن عمرو يا عبد الرحمن بن غياث يا أبو النعيم أيا خلافي وحين حديث كوري عن حماد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا من رأيه صدح وذات وكلاء أيا لبذ وذات خلافي انت وحادير علاء وماش كسي جرت علاء لبادة حديث حماد عن أبي الزبير محق بن عند الحفاظ رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير ليس بقوية شارحنا مطل المامن لبعي لمرك واضح يسطا أسأل حماد مركا وحام متابعي أي صغو أبي الزبير كورنها يوصن كحوق بدين رواية حماد ابن سلمة عن أبي الزبير ليس بقوية أي ضوء هذا نوال متابعي وحلقوا وريرك أسأل حسن ابن أبي جعفر متابعي هي ابن اللهيعة هي معقل ابن عبيد الجزري هي خير ابن نعيم رقع دور كان متابعي حماد ابن سلمة وحاكو راعي رواية عن أبي الزبير عن جابر حسن بن أبي جعفر وأنا ضعيف مطروقة عبد الله بن لهيعة أنين تبربضا ماها سقنا معقل ابن عبيد الله الجزري يا في صحيح مسلم كي ماذا كن شنبق اللحنا يا سقال حديث كانوا نوريا في صحيح مسلم كن شنبق اللحنا يا سقال بو كي ماذا خير من نعيم انت أصبح حديث كوريا لكن لبك جروا حوي رواية ابن لهيعة إيو معقل ابن عبيد الله الجزري إيو خير من نعيم حديثك حماد أي حديثك أبي الزبير وريين كمجر استثناء إلا كلب سيدنا الاستثناء إلا كلب سيدك مجره نهى عن ثمن السنوري والكلب بس سيكو أجيهين استثناء وحاوري كلية حماد بن زيد عن أبي الزبير حماد بن سلمة عن أبي الزبير إيو حسن بن أبي جعفر المطروك عن أبي الزبير لبدا كريه اسنها وريه وحو امامك كو دغاي هينا واستثناء بها قبا شرحه وحو ليهي احاديثه اسنها شيخته وحي كو سابسنتهي اي لما كيد سنكرو نينكي اي ييشا ماني والبو حكا غو عملك سي صالح اها قبل با كدوما ان اللهم يرتم اي كو اغارسته يمد بيرتو كو ورديه يمد اري كو رع استنو وحو غلا في الاقتناء والاتخاذ لا في البيع والشراء مركا نمانا ان تبربض نين وحماد بن سلمة في روايته عن الزبير بس انك الله انك واتقس ذاك يا حسن بن جعف ابن ابي جعفر راسك والضعيفه ومطروقه واذا دهس الراعي حديثك الا كلب سيد احاديثه وحد كسو مرتين اي نينك ييشا ان اهين
أي أكو أغارسنا يا أما أرقى أرعاها يا أما بيرت أوردين يا أجر كيس وحقق أمان والبقيرات أما قيراتان. لكن حديث كو أدو حكرد أي هو الإبسان أي إلا كالإبسان مبنى نوانا حارا اللهم إنو يهي أي لغو أغارسنا يا أما بيركو إلا لن أما أرقى الرعيمو وخطو الكاسو كسعودا إمام كالكاسو التوغن يا حديث كمسلم كيمد ألي أحمد عمبل باع إليا وحليه رواية معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير رواية إساسي وخطأ وحديث من الهيعة حديث كمعقل مسلم كخل ضمي وحديث ك عبد الله من الهيعة سكت طبعا نقطة وحوي استدنوا حكوي مادة اتخاذك أبيعكم أي مادة سدى أول شيء إمام كالنسائي بين وداده أبدايهين ساسا نقول له أبدايهين وحانا كر سدى كتا قرسن ابن عبد البر وحا كتا قرسن الإمام أحمد حنبل وحاكوتا قرسون أقوه الرئيي محوء هاي ننك الليلة وحاكورا عن وجه ابن حزم وحاكورا عن عبد البر نمان بضان باسدان مرية نمان بضان باسدان مرية خلاصة محاوية مكال سوقة بقبي حماد بن سلمة ليس بقوي في أبي الزبير متابعة الرعضين ومتابعة خير بضنين حسن بن أبي جعفر وضعيفة من مطروقة أسجل لفت الكيسال لسكو خلافيو لبو ذا نحذك ويكرف عيين صدحنا ويكوقفيين انت هنا انو اسبهنا الى تاي متابعة معقي من عبيد عبيد الله الجزري في صحيح مسلمنا ايضنا وحال دوري احمد المحققين بضان اياد دوري انو رجبنا وحولي هاي سيدا احمد شيقي بانا سحن في العلل وفي شرح الاربعين حديث كافرتني يا شنات انو هابان جعل هاي اسو حولي هاي اسنوى خطأ عبيد الله معقل من عبيد الله الجزري حديث كيس وحوش بها حديث كي إمن الهيعة ضعيف بوش بها قبل مرك وامحي زيادة أو استثنها إلا كلب السيد أيضو منكرة حديث كي انتي سكال سحديث يضع في سنة والسكوها يا صادرت أبو عوان في مسند وحولي هاي أحاديث كهذا شيء يعني يرطم بصد إنا لك الإيبسن كرين وحكسوغان سحادة يدي علاين تدوالسكو خلافي وحونا كبير شبطئنا إذن مركاسي تبار بضني أدو حديث مضح بنانو مستقلة وكيمد في النهي عن ثمن السنور مجرو وانكاهين حديث جابر حديث جابر نويرك الارتباء كود عاي مركان خلاصي انو آن دهن النساء وحكود قيني هاي استثناء على أقل تقدير حديث كنا مصوغ النو طيب بصدق مرك الله بقى يبدو هذا عدود يمد درجوك تاي وبصدق دورات أي تاي بيعه أصيح ماي لأنه حكمي شروط البيعة وصمرت المال بدنه وحلك لسود يبكره وأنا جا بيع عن كوه رجين كره أديك مشتري الله وريك توم مقدون على تسليم وينو يه مرك بصدق بنانك أردي سو وقارسنا يسو بصدق دورات لما كل يبزن كره مدي مرك الله بذكره وقريها جوكتنا وحيد هين هذا إيه يبيس واسكفكان بري كل جو وبدوري ويتي كوسا نقول مس مالك يكون على تك تايبا laftirkiyadu baal jooguriga ku qasba inay joogto say muddo kuulo jeedo aanan u siisana jiirkiyo doole kaaga la inad uu salaaxayso waaba iska tagi meel kale ay ka dagtay way orgoon tagta kugu soo noqon mabayso midda kale ummadii bay dhibi oo shimishimadii bay leen oo hilbihi kawaanka laga soo qaatay jikooyinka u dhici waaba muudi waxa noocaas markii la kala ibsada ma ahe ninkii maalba ku danaysan kana ku danaysay ninkii laas kaga taga raasay wada duulay marka si kastaba noqotay waxa weeye bisada laga hadlay beeceed la isku hayo waa mid ahliga ee guri joogta mid duureed kama nahay ku asaxo madax banaano xadiidka muxtalifka aan ka ayna ma jiro babu ramyi sayidi uga dhaganideeda in garid lagu dilo lagu ogaarsado inay banaantay in kale akhbarana amna ali al falas qala hadithana shaghal bana soo hadii koodo inuu sax yahay malaniya ma hadith kooran soo baran sheegi ki jabir sheekh muuri شيخ تصحيحها سي متبر بنو زياده ما وضت اسنوا وحو كيما دا في حديث حماد ابن سلمة ايو ولادك ضعيف كحسن بن جعفر بس بابك اذا مقرميا بابك وادغن يا اساسا فيعن مصدق قركود با قري وليها ولادك محققه كبرهنا وا كيمد صح ان القران وانا اكسن باب رمي السيد وقال دغاني ديده لأنه ثمن الكلب تنسك باب معه إلا كالقوي واللازم أخبرنا عمل علي الفلاس أبو حفص قال حدثنا محمد ابن سواء قال حدثنا سويد عفوا سعيد ابن أبي عروبة عن أبي مالك عبيد الله بن الأخنس
عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن رجلا أتى النبي نبى النبي أُيمد في أبي داود وحن قصوا مري لو كن سديد بقول كنتم يتضبع عن قصوا مري أن عربيا يقال له أبو ثعلبة الخشني قال يا رسول الله نك الرميق أبو ثعلبة وي الخشني نك لما أن رجلا بأتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحول نك النبي أُيمد يا رسول الله رسول كلاه يو إن لي كلابا أني أي بأي أهاتي مكلبة العربية ولا تابري فأفتني فيها نبي الله فتوحي عدي الفتوى بيان الحكم الشرعي نبي الله حكم شرعي عدي قال وحول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسك عليك كلابك إذا وحي كو قبطان أقار فكل عن حلال وي قلت وحاري وإن قتل نبي الله حتى مهدي دلان ما نسكعنا قال وإن قتل هب الدلين بركيسو قال وحول صحابي أفتني في قوسي قانصا إذا وحان كنت قناء قمونك يفلادان إيغور نبي الله وهذا محل الشاهد بيت القصيد في الباب قال نبي حوري ما رد عليك سهمك قمونك هذا فلاد هذا أما الليب كذو حو كوسو النقو فكل عن قال حوري وإن تغيب علي ما حتى هذا يقلب له وان قنت علي الليب كما قلت في فلاد مركز الله فيه غي اللي قدرك يبعيدك حيوانك حوق بدن هالليب حكومان نقضان marka maalmo un ama muddo adba tagnaato meel ku wadhiyo sunta qabata muuye marka waa ordahay baal wa inta gayba alay ma hatta hadu iga libdo iga maqnaada qaan waxa wa inta gayba alayka hatta hadu ka libdo oo ka qarsoomo oo saad gaadho cun baalay ma lam tajid hadada helin way fi ay fi sayidi athara sahmin lib kala raadki ghayra sahmika on lib kada ka ahay dad gantaal ka ninka loo toogto ku aragto adu hal habad baa ku dhufatay nin baa madaxa ku dhuftay marka hadee makaadiba nin kala idan wa in leeb kale gantaashadii ay ku taal ma lam tajid hadana helin fihi fi sayidi athara sahmin leeb raadki ama gamu ya falar raadked gaira sahmin ka an leeb kada ahay haddana markaadi kaliya uu ku yaalo oo saad ku hesho waa ku xaal cun aw tajid ama alan helin qad salla asagu uray neefki ba intuu dhintay oo meel ku dhacay baad yuba uray baad dhixir baa galay wuu isbedelay hada waa markaas oo kale waa laga fogaanay qad salla ay qadnatina antana labu macnuu nabay ku xiray wa in nabarka le nabar kale uusan u raacin talabaadna hadu muddo aad ka maqreed waa in asagu uray aadan u tagin tayib ila marka waa basuun iyo bakteeriya balaaya ka buuxde yaani wuxuu jeeda qad antana salla antana u jeeda fuubaariga mujalka 907 يو حديثك كذا الله حافظك وونا تحسيني حديث كان وحوجية أبو داود وانا قصة مرة أبو داود اسمه طريق المعلم حي المعلم بكورية عن ابن شعيب عن أبي عن جد أن عربي يقال له أبو ثعلبة ساسو كورية حديث كمرك أبو داود نسائي وكد دقيق سنة أبو داود مرك الله في رأي علا الكلام رأي وانا كأود بدنيا مرك حديث كأبو داود حن قصة مرة إسل حديث كان من طريق حبيب وإن أكل نبي الله وضوع أيجي وعن النفك مكعونك حلال با وإن أكل نسي محوري وإن قتل نعم وإن قتل رواية أبو داود كان مع الله عند الحفاظ ومنكر سيد الله بدين وهذا دفاع واجران وابن عبد الهادي وكمدية هاي إيو ابن ملقن ابن كثير ابن حجر أي كمديين لكن ومعلول عند الحافظ البيهقي ابن حزم أبو النعيم وهذا هو الصواب يعني وإن أكل شروع حديث كابي ثعلبة بنان كي يالله في صحيحين كي محوة هاي عدي من حاتم في صحيحين بأنه قصوا مري إيجا آدر سطين نافكي هادو إن توقب تعونه هعون محايا إلي فإنما أمسكه على نفسه أساقها قبصده أقار صدي أديه كموصن أقارين بنان كمر نص عضو بنان كي يالله مخرج في صحيحين متفقة حديث كان مرك اللفظي كوي من طريق واحد طريق كان خلاف سنة إنه منكر يهيبا اللو بدن مرك يان لغو خلدان annaga shaafiiciyada ah waxaan ku xambaaraa urkaasi nahi karaahiyan ku xambaaraa inda shaafiiciya waa dhaa toogatay ee nambarkaadi ma nambar kale uusan u raacin xagana ayadoo dhimato maalmada la urtada u tagtay waa ku xaalbay dheen adu hadaa cunay karto fooda gelin karto geli oo cun oo manta sanka qabsatay laqla qadad oo intaad ku taalay shaafiici sasa ilayn laakiin nasku wuxuu ku cad yahay inaysan hawshu banaanay oo shabci urkadu waa sida hilbaha qaarkood ba inta yar uran oo suulaas wala iskama cuno markii intii la dareensado juwaanaha lagu gurtay iyo muxabaalka murmurga inta uu isbedela marka ninka asagu awoodi kara ha iska cuno tayib saasi shaafici dhe laakiin dhaahiru nas waxa weeye inaan loo dhawaan karin mar hadduu isbedelo uray wa hadha huwa sawaab.
مالكيه انا كوكر لو حرمي انا شافعي وانا لا قرلي هي قال ابن سواء وحر وسمعت تحديك وحان كلهم كم مغلع من ابي مالك عبيد الله بن الاخنس بان كم مغلع عن ابن شعيب عن ابي عن جد عن النبي هران محوها ان عربيا قال هنا انا وين اوغس توصلوا قلت عبد الله بن عم العاص باب الانسيه اما الانسيه لبدو وا الاخريه انسيه واتدك ويشته انسيه ويشته ودك ويشته انسيهنا بن ادم كلو تيري وانسان كلو تيري الا يدنا ولا فقش ددك لا جوقتا يعني حولها لا دقدا لا هلا الا انسيه حولها لا دقدو اما غور جوقتا او تستوحش مخو عيدو انسان بن جوغويس نف با فيكتال نقم بير انتو كدعو بدورك غلي بهالوبي اورتا انت بدن او شاقبستا اورتا مركي مر بيسان نقدان مركه خولي لا دقن هي مقدور عليها اي غعنت لو هي لا غورعي لها يا وسدي عدودي واد او دقمي با و بن جوغوبي مخا لا زمي مركه و خول حكم هي غودركي يا بعيدك لا غنتالي و الحكم هي اخبرنا احمد سليمان الرهوي قال حدثنا حسين علي الجعفي عن زائد بن قدامه الثقفي عن سعيد بن سرقه الثوري عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديجه الانصاري الزرقي عن رافع بن خديجه اوغي اهدي قال صحابي وحولي بينما حل نحن ان نقوم مع رسول رسولك لان لجنا في ذي الحليفه ذي الحليفه ما شلو يقان ومن تهامه دحده كترسن دولك هوسا دوده ما دحده دهامه ليدان عكس النجد ذي الحليفه انا مركه ما اها ميقات كي اي ريم مدينه دلك لا هلمال اي كحرمال وا ميل كلو او مركه دنكه شام اه دنكه شام حق مكه مكه لجو مش مش انا فاصابوا وحي مسلمين تهلين ابلن جيل بي هلين اني طيب بعد فتح مكه ايان لو بدن يو عام في السنه الثامنه من الهجره فاصابوا وحي هلين مسلمين تي سعودي ibilan geel bay helen iyo waqana man aray qaniimo way gaal fudda lagdi wala dagaalami adiy geel bal qaniimaysti wa rasuulallahi rasuulki ilahina hadith kuruway kale wulee baahi badan ba jirtay dagaal badan ba suu markaa saxaabadu aad bay u baahnaayeen qaniimada geel iyo adiga qayb ka mid ah intay gowraca nabiga soo gaarin ay durba kariyeen taayif wa rasuulallahi rasuulki ilahina wuxuu aha fi ukhriyatil qawmi mujahidin tii muslimiin ta gadaasho soo socday ciidanka dambe nabiga markaa la socday la socdo dhaqan wuxuu laha inuu haaro oo ninka dhaqaaq waayay ninka ashu ka habsoontay ninka gaayid ku si ka noqday iyo ninka socod gaabiga iyo ninki siisiba ee hadaaga yu soo hawadin jiray oo u soo duceen jiray oo u soo sheekeen jiray say saxaabada nabiga ka ag dhawna ay u haran hadal laakiin adiga hoggaamiyaha orodo hadii inta xog badan ma ku raaci shacabka la wadumhaya gadaal la in la iska cunaba laga yaaba oo ciidan dambo birmada soo gaar rag marka waa inaad dimarto oo la socoto masuuliyadadu ay sida ahaato ورسول الله إن كان وحواها في أخريات القوم انت ضنبو كجري قومك انت ضنب جمع أخرى فعجل أولهم كود أهري ما دقدقي فعجل بالذبح وإيقاد القدور أولهم كود أهري فذبحوا مركزي قورعين حوله قيل يا الله دي أعرق بحك قورع ونصبوا حيقو تنشين القدور ريهن واشدا دكسية شتانو هيربا فدفع اليهم رسول الله رسولك اليه بان لسوق غارسين نبي سو سعد او يمن هدي لعينك وا دغاي راشن كرسي با لا غارسوما نبي انت دميسه با سوق غارد مركاس او يمن من كانوا هيرب او كرهاي فامر نبي هو امر بالقدود ريه ان لا غمبور همبوريو لا غمبيو فاكفي اد مركاس لا همبوري بيه يمرق يلي غدن عيدها افكا لو غيب نبي صلى الله عليه وسلم روايه ابو داود ان كسوما سوق فافاسن ابو داود وحو ورين اسو مركو نبي داديه انت كاما هارينه qaansadiisii intu qaalibi hilibkii nabo carra ku ruqruqay ku ramuqay oo ku tirtirisan loo calfisan masjidaduba eleninka hunguri boobka qaba ahmuyo intu tirtirto yu iska qabsan karaay nabo wuxuu isaaban loo aqmarin ciidibi ku ruqruqay ku ciibir kaga dhigay alimaamu nawwi ta'wiil aado fogbo isku dayo wuxuu nabo ku ka daadiyay xugo ciqaabayde maraqin buu ka khasaariyay hilibka uu daayay boo in nabo hilibku uu daayay dhici karto waxa ka dhici karto hilibka in si loo qaado in qaniida lagu dareeyo حافظك والله يا بحور واتويل بعيد بحار نسكا بدي دمب نبي انتو كدب التقوي وحضا ضالنتي كهاري واي يعيد النقحي يجرقاقي يكرموك مركب حاوي وعقاب من استعجل بشيء عقاعد بكوغلها يعوقب بحرمانه ذوي وحين حانا بلوه قريان التعزير بالعقوبة المالية أدلي ذوي روح إنه قناح كرو قناح عن تركيس كود عينين كود عيادة قاليس يحوليهيس صوبكن وحوءها غنيمة ولا وذاقا
أرجان يلقطن وال يجيله والسلله ويلا ما قيبين حق هذه يحق يجيب أسكم ملان ما كان صعره إلى الله قيب صدو ونقول بحق يزقون لا صعه إن هذا ككر ستماء من ذكر قش قود ما نبى قرب عند توقف شو كل يقولون هيا نن عصام بمجسنا هيا نن صبيان بأسق يجوا طبنا كسهاري مرك هدي نقول بوح جور عنك جور على والسبوه هيا رقبا مش كوك هذه نبى وحول عنا أن تواصلوا إسكا دبتمحو هاي الصليجيس إسكوات يا وهي اللي بتبرب أم هاي ننواب الدلاه البها بعدين أركتك بحيس مرك إله غني ماذا لقيب شو وحاول يحق الناس بدعونا يزاوي وحراشين أصو كرسن والأقل يا وانا يقصون مرة في سنن كلا قصون مرة خيبر سيدا عضيب وحراشين أصو كرسن حولها نول بلقها الله يا مرك وحق أذن الهين يحولها إنك جورعة أما حولها إنه حرائين هنا يبختيين بيودها قارقك قاتان لأنه صحابة الجورعة وحيسن لهين سيد النجاسة يبختي ونما رقم يليه ثم قسم مركز النبي قيبيي بينهم بين الصحابة أيو غنيمة أرجي جيل أهيد قيبي فعد لو حوود جاي عشرة من الشاء طبنك أرجي أهيد ببعير نف جيله كأدي طبنك أرجي أهيد بضم بالله لي يجيل ير وهذا ساسيليين ما هو هذا دوحين أري وحاله هل النقول أو تبردرن أو بالتنبيت جوجا يجيل مونات كل ساهذي إن يتوحد ليليين جيل يا أري مركل لسكي بين أصل يعرف عربي وحوي طبنكي تضبي النافع أريعة تضبي النافع أريعة يا وحلو دي جيل النافع جيله إن طبلا قدوه أما أري اللي تون نقول أما جيل عدم بلاء لبلا ميت ويوي جيل اللي هلا يبقى جيل دمبلو أو رفيزة لبلا معنا ميتهم بمشي كل جرعة بتقولي وارنتي فعدى لو حود جا النبي عشرة من الشائط طبنك أرجع هاي ببعير النف جيل وود جاي طيب مرك نينكم طبنا النف أرجع على قصين مستهل بعد قادن نينك هل دور تهل بالرزين كنا طبنا أرجع إذن فبينما هم كذلك حلا يسده كسوجين وحوله لقيبنا يو إذ ندى وحاب ذو بنجوجبي بعير النف بيسكبود نف جيله هل بافكتي لجاري واي بير قبت منها وليس في القوم مسلمين تنكو مجرين يعيدا كقلوفك إلا خير يصير فردير مويين وحان دولي إنين قال بضاغي إنين غنيمزين فرداها نقوة وحير ارتع عريبا سواق من الله وذا دي مساكين حيدا إن لابد من تكافؤ السلاح والقوة واني منا أجدين الأخير ما لو دقاقا وورير ويو يعني كولو قوية كواس وكسو دالي نف جيلان قبصان لأنا هايو فكذي قالوا وكد ولينا أود أنه وهالكاس إلهي مركب فلدي إيا نحاليس ربيع ونكسو عنهم ويين تبربضا ما أنن هينين هاي. فطلبوه وير هذه النف جيلة فاعيه مركز السمرية هل دي راي سيد جيلان موقت مركز أركض ملما قاري كاريه طيب فاعيه مركز السمرية وانوتي فرماه رجل بسهم نمبا توكت مركز لقاري واي نبى ليه بكتوكت فحبسه الله إلهي بحنبي حتى موقت إلهي بحنبي وصوحه وحاول اللي بكم ربي سنكريم بنف جيلة ورم بوحيين جيل ودول قات بدنيا نف جيلة أنتوا ودول قات ضاوع يسوع حال ودول قات مجرو مرك إلهي بحبسه بركي اللي بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم مجاهدين تنام ميران كوحوا هذه أوابد مد بن جوذا في كتاشة كأوابد الوحش عضوض وكلا عضوض أما أقارنا جمع آبدة أو أبد وجمع آبدة وأنا في كفيجة أما في تالا أما بنجوجوبة عدود بنجوجي ذو كلاه فما غلبكم منها وحيدين كانت كذا كل ويدان وسيدا كانوا كلا سمية فصنعوا بها كذا سيدا يلا وسحابي يلا فقيهوي سيدا سيلا بورهوش معايا العلاج وعلاج جامعة وقعدوا وحين تي لقب تلو جروع ومحيا هيد لما قبنا كروي إذا نفك حولها يقعدت أنا ذكجرها دوسونا وقعدني ما عمرته annaguna waxaan amireynaa ganatan amireynaa iyo warsi warku waa sida weyn nabigu saasu hawsha u jeeda idan marka saasa lagu dhaq ciladi ba ka dhaxeysa cila jaamac ay wadaagaan way babun fil ladhi yarmi sayda hada tiraado saxaabiga marnaaf umada ka dhaxeeyay buu dilay ku hor maxaal ciida looga ramuq hilibki waxa la kan wuxuu ku sameeyay birada nabiga wa iqraarihi niman korna way astaboobeen idoon la soo gaarin bay xudum dhunta gooyeen marka khalad ka baa iyagu galeen baabun fil ladhi yarmi sayda fayaqa'u fil ma'a wuxuu baabinin ugaar toogta kadib biya ay ku dhacday biya kaga dhacday maxaa tala
أخبرنا أحمد منيع البغوي وقال حدثنا عبد الله مبارك قال أخبرني عاصم ابن سليمان الأحول عن الشعبي عامل وشرحيل الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي قال وحوري الصحابي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيد عن حكم السيد وغاردس عن حكم الاستياط بيكاد قانت وغاردس أما وغارد حكم كذبا ويدي فقال النبي وحوري في جوابه إذا رميت سهمك ليبك الهضاد قانت تسيديسه فاذكر اسم الله عز وجل مقع إلهي قبو وشرط أنا الشافعي لم يشوف أن لقى حق بدنيا وأنا سكد ابنه وحان لأنا روح والبو مسلم قلبي إيسا وحكو جره إسلاني ما قد طابعا باسم باكو قرن اسم الله مكتوب على قلبي أولا زعون حكم ظاهر على الله إياه عبادة الله قد دريوه وإن بسم الله اتراض شرط وين هذه كس لوغتك يا هذه كما لوغتك نفكوا بختنها يا وإن بسم الله اللي قد روح وحكم وشرع أو شرط شرط وين سيدا قورع شرط وياه في المقدور أيا باسم كنا شرط وياه وأنا قد أقول كوسو إحالي رسالة جامع المسائل ومن حل على مليء فليحتل فقاد وحكاها لين عروت يرك نفكي قورعين مرن با كجرة هوينكو وليبا خاصة دمرك ليقا قبا مرن با كجرة هلا واجران لبيب كوحو قورعو أدون كوحو قورعو مرن با لك لكن واحد ديل ملا ضد كان مسلمين تا صغير يا كبير با مربها دو مميز يا وحكا قرني بسم الله انا اورانكرو يا هوين وحي قورعدو يا شيخ عالم كدوب كوين واسكم بسم الله ان بالله ربا ان لي هذا ماشي لو طلق ان نافك لا قورع وحلو قورع ايت هي الذي فصحنيد ان اين عديه ايو يا لف يا وحي لها المال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فان وجدت وضعت سقط قتل اسوي وحد لي فكل عن ليبك دوب النفك قلف بكسي وي لبا توربا اسكعون الا ان تجد ان النفك شاف موين قد وقع سو كدعي في ماء بيو ما حكو كل ما مش واقع قاعد بك وجدت هذا الشك الذي سبب تعرض الاسباب اصل كورا لو لابن هيا وي ولا تدري لا تدري ما وجد وي الماء قتله او سهمك نبي كو عدي نفك ما بيو دنت و بختي و ما شودي او هفتي مسي اللي بك بدلي لما كلا يقان مر هدان لهين لبدو سوما لبا سبب اسكور يمدي سبب مبيحه واللي بك هذا يا سبب محرمه او بيكو بختينتا وحنو لابانينا اصل محو اه البو حاران حارنت كعلوي اخبرنا عمرو بن يحيى بن حارث الحمصي قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن عيان الجزري عن معمر بن راشد بن عروة اليماني عن عاصم ابن سليمان الأحول عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يبي ودي عن السيد فقال النبي في جوابه إذا أرسلت سهمك ليبك هذا قنط سيديس وكلبك يأيق ذبا وذكرت اسم الله مقع لنا الحسطه فقتل أودل سهمك فكل ليبك هذا وحو عني دل عنبا وحو دل عنبا ليلي فقتل سامك فكل فقتل سام وقيد مهمة أضوح كرد له ماشوك مجر توي قال سحابي وحرف فإن بات هضوب بريو عني أنا قال ليلة يا رسول هبين ضمبو بيقام مغنى قلب بقى وغارسته لأنه عليها لو غارسته واتقناني وأمرك أرورت سادة فجر اللي تكون غرح السوبة دي نمانك وحق قمتها دي وغارسته اللي قاسي كاللهار إيا مرك غرح السيد عايز markay sidii dhacaysay ugaadho hawdka ka soo baxday banana isku ku timaaday cidceeduna baalka dhigtay wax fiican is arkayn ayaa la gaada waagu markuu bari wali aysan su aysan foofin intay meesha xal baray ka kacday fadhidana waa la galaa labada xilli booy markuu waxa dhici karta intay xilli gaaban baa toogato in caawo dhan baa aad raad qaadoodna waagu ka bari maalin dambe ayadoo meel taa lagu tagto saxaabigu tii buu ka hadlay fa in baata anni laylata ya rasuulullah نبا الله هادو هبين ببريون اسوين سان افرادين هاي افراد قادة هاي لديكيز الافراد قادة هاي قال وحلو النبي محا حكم كذو نقوم والنافك أسا كدبنا أنهلو قال إن وجدت سهمك ليب كذا هضات هشو ولم تجد فيه النافك أظن قد عرق أثر شيء غيره شيء كالرادك أن ليب كذا كأهين فكل طيب أثر شيء غيره بايدغن أثر شيء غيرهن والآخرية كرا دب ملها طيب مرة أثر كهوري كردمان بعد كسيفين مرة شيء أنت ضمبوي لب ملا مرة غيره وغيره واسكمت فكل مركع وإن وقع ذو كدع في الماء بيكدع عينه فلا تأكل عونه ما بقدوي طيب إذا مشان وملا أكدع جوي ننقل الشوكاني ولد الزيدية أكدع جاني جهدان جورع وحن لا شرديا
إن باسم الله قبته سيدي شرعيا لو قورعه روح قورعي اعتبار مال هيدا أما مسلم هالنقضه أما يهودي النصراني هالنقضه أما مشرك وثني هالنقضه مشرك وثني أم مجوسية هدو بسم الله وحكو قورعه مدي دقدق يسنا ماشاس عنها ونيف كمر أما بيضة كرفت نحر ووحي بيضة لقى قورعه ذبح ووحي ماشاسة وهذا صاص الدان لكن ومثلا خلاف كجر حق اللغة محيث الاستلاح لكن الذبح ومن هنا والنحر من هنا هل كان دونت لو كليه قيل دونت لو قورع الله ايوه ارغين حق لو قورع الله اصل لو قورع كان عاش حق لا مررت عاش من له زوج حمر كور مسوا الرابع عاش انت صلى الله عليه وسلم لا يرلا بيان شعيسون أمني ورعة هذا شغل ندير هاي الله اسمنا قانا النقوي ولا سوجع عاشو ميا وابدب كالوي قل آهي المهم شوقاني زاحي بدو حيلي الشرع وحوش شيء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق نبي وحول وذكرت اسم الله عليه يذكر اسم الله عليه لما الشيقين بين يهودي يا نصراني يا مسلم يا مجوس لبدا شرطي بقرآن كتبا حي سندون قضاء دكتا يده هذه مشرق وثنقة يا مجوسي يا يهودي يا نصراني يا مسلم كبا neefkii in la gowracay banaanad ay gowracaan midii loogu talagalay ay ku gowracaan bismillaahina yidahadaan waxa albay dhe dhabihatu kitabiyin yidhabihatu muslim sheekada banaanka geeyay dhe halkaas ku dhageen waana hawl culus oo waxa u baahan tihiin inaad ka jawaabtaan laba arimood hadaa tiraahdan cilada loo xarimay dhabihatu al-majus وأهل الأوثان وكفرها محل يدي ذي ما هي علة التحريم ذبائح المجوس والمشركين هضائت هو الكفر وحنقول النصارى واليهود هم كفرة ما يقع مسلمين وركينا الفانتس كده شو كان وركس ورسال الماء وما نقل بحنا إيه إنا كفانزيان سكده هيا كروح أوداد كم ما أخذ كيس مركات فانت الله دقال لكن وحنا نقول بطن دينو سومالينا هاي aad maqashaba ruux fudud ka maleegiba urud bal iga soo horto warkaan ka dhaadhiciy isfahanno ma jirto hadaa tiraado cilladu kufriga ma aha laakin waa shirkiga laana majusa wa ahl awsan wa mushrikun waxa lagu dhimay yahuud iyo nasaar ahlu tawxiida wa yahay ayu wa mushrikin binas alkitab alaziz manamaka uzair ba wiil ilaahay leh oo ciisa wiil ilaahay leh لقد كفر لنا قالوا إن الله ثالث ثلاثة تاجن إله نحو من إله إلا إله واحد إذن من نصارى موحدين صوم مشركين معها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا إذن نصارى يهود بوا مشركين إذن فليست العلة مجرد الكفر وليست علة المنع مجرد الإشراك وعبادة غير الله سودة قادة مركة مساكين وحمل باللوقي وركو ضغن ربعنا كفانسية حقين لو سودة وحال لو سودة يا روح إنو كتاب منزل أنصب شيئاً وإنو أنصب شيئاً كتاب منزل أولا يقان وقورع أحكام كلا قوانين يهود تنتسب إلى التوراة وأنا كتاب منزل له قوانين وشرائع في الذبائح وكذلك التوراة والإنجيل وكتاب منزل له أحكام وقوانين في الذبائح منك مركة كتاب النصر الشيغاني كتاب كسنو قورع وأحكام يقواعد كليها وحان ملاينا إنه إنو كرق مهيو كتاب كيسي أمري وقوانين تي قورع ولكن أتفانتين هذه العلة وحكلوا بوطان وراحوا كجران ليس مجرد الكفر وليس مجرد الإشراك
مرك الرأي وسط كأ باونا جسن إن أنا شو كانوا والخلدان دايو أو مشركي العرب يمجوس ليس لهم كتاب ولا ينتسبون إلى كتاب تصنيضوا يهوشوا وباطل الله أصل لها يهودي النصارى وحلوصوا الرابي ينتسبون إلى كتاب سماوي قوانين أحكام كلا ذبائح ذا وين كدغ مجرين وحان الله ملايين يا هذه يقور إن يصير شرع وحق ورعان بسم الله نجد هذا ما لك عضاتين كل إحدى شرع جودي وحي الله متاه مسلم سيخل دم حق ورعي ورك أنا ثمانين بان أملاين ورك هو إنتاس مرك مرتد مجوس هكو ورينا ولاس هكو ورينا قضية واسدة ومن ثم أيان مرتد كمنتسب كا علماء وحي سوق اليونو مريان علماء كمبيض علماء مسلمين مريان طريقة ذبيحة أهل الكتاب لأن المرتد منتصب ينتصب إلى كتاب سماوي ولبا سوغان أو محفوظة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كفر أو كل عيا كلا وهو كل جلح استارتن أما اللي جد لي أما اللي جل الجهادي أما أنت يتبرك نجسوا أن كين أن كسوين إذن انتساب إلى الكتاب يا صوم مسلمين تكوي دقان هيا وحويان حق أن مرة طريقة إسلام كيد حقوق ورعاية بس إن كان قبان هيا أيال لقونا يجور عيسى وده فطور السياسي ليه ما أخذ علوس بين كتاجين إن هذا اللي قلت تطلق عجزان وحقوق قاضن وقت دير باك عقبي وقت دير باك عقبي وكل واحد كلاس كوري بس تلاسكو إجماع إذا وحوي ومشرك يا مسلم يا غير كيبا يهود بهذي نفقوا جور عن أصنام يا أوثان توا وحويان أيده وحرام وبختي طيب وما هو لغير الله هو تاس لو نقول له عن ماي وإن وقع في الماء بيها ضوكدع فلا تأكل عني باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه لكن قريب قريها بينه كل شيء هي ضدك إذا صومالي وحكوا قالوا ذي ونن وحيد أولياء بريها ين الدستور كلق مها يمد جنها انتاس وحيد ورطة قال ماذا حق النوردقة هاي قوليها القاعدة الشباب معان قرادة وهابية ذكالة قبوريين تمسكين تتكفيري يقولون وحيكو قالوا بين كمبر النقضان ومقو يام بين المشركين المرتدين ومحاو دليلة قور عوضان ويعونان قبلوه ويقور سدان بينه وكان يقول تكفيرين عدن قال باطل معجرة ونمنكم هذا مسنتين قالين لكن قور عدل عن طابد وحقات قواركتين وما طلقان بالله من تايدة ما كان نمان وحكو بريبا يا ما مرقى الدليل محابة مجران محابة دليل نمان كان نوع عسن أجدا ما أخذ كمساحة ما يفهن سنو والمسألة ذو محايتة ما أخذ كيوتو مسألة الذبيحة علة ذو محايتة علة منع إيشاقة ساس أوليس إلهي با يهودي نصارى صور ريبا إلهي صور ريبا محو صور ريبا مجر اعتبار يفهن علل يوحي فهم يا من ذا مجر وعقولي ورنيك موقشين إكراها كل عين لو عدور دارو ينك سبق اللسان ها واي هاي الجاهل كبو عدور دارا محايا وقياس في الأسباب الإكراه وانتفاء القصد والسبب مانعة عن التكفير كذلك الجهل القياس في الأسباب كهل إذا انباط وحالة الله على القرآن هي ور وذا دال زوج ورن واحد اسمه فهم ميسان اسليه للميزان مرك هذا نحوق دقاليه لأنه وحن مغلى هيدو كاما الله فرفر ويدا هيا ماذا تقول لي ذا مال الربات ماذا صدق حقوق دقاليه يستو ميلا نيروبيا أيها مدول وذاتك محلو والأركيب مسلم ميلا قحوتيه قصة ورضيه حريها بحقوق دقام بالله فري أضحى مردو إنا إسلي تكفير أقول قوري دون تمر أمالي ساسي هذا وصحوطة ويقول دقاليه بي أهايني هذا دقاليه بهلم لكن وفكر قرعانو ميلا قاري مايو نينتيد كما حستوابي ان قبسن غارين هدانا وي ميلك بخن بلواي كلو مر باي افوفمان هدانا وي تغهيا نيمن كاد يغورسي كوردهاي وتيرادو تغنتاي طريق كسوده ادق او حولي او هدي كورتون كسنه ما كور يسو سوده وا لا غران هيا هدا ما شيغ هيا لانه هي جيل وايا لي وا لا قرين بور او محابه لي وا لا غران بور دان شيغو او هدي لا غرتنا وا لوغي يبور مرك هذا وحوي يبحث ما يوشاس باب في الذي يرمي السيدة فيغيب عن حبابها ننكي أقارد التوكتي أقنا يكدمنا فيغيب عن وارد أي كلب الدائي طيب
شباب كذا شوف مسوس شيء مسوس شيء فيقع في الماء بكره راه. أخبرني زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا هشام بشير الواسطي قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية لو قرب من صوم الرأي وين قبضنا لكن بريهم بينه أرقي عن سعيد بن جبير الأسدي عن عدي بن حاتم الطائي قال قلت يا رسول الله إن أهل السيد نما الله وحنا يقول أقعد لي بنا قنطت الناي وإن أحدنا متكان يرمي السيد وارب توجن فيغيب عنه السيد كبا كتلب دؤواي اللي باش ما كقول فتوى كود عميزي حبضة أبو حسقرتي ويقول رد فلاري قمو إلا تجدت طيب الليلة هبين يا والليلة اللي بها بين ببكرة جوغي فيبتغي الأثر راتك بوقادي فيجد مركزه لها يا أغادي ميتا أصوغ دنتي وسهم وليبك قنطاشنا فيه أي أغادي كجرت نبي الله محا حكم بها وشهد محا طلع قال نبو حوري إذا وجدت السهم فيه ليبك كجر أضغشو ولم تجد فيه أذن كؤر قده سأثر الصبع دقاق راتك ناف بعيد معه هرم عدي معه روائي اللي باعي وحكى لهم عيي أذن كؤرك وعلمت حقا أن هذا قال العلم هنا أظن علم يقيني قاما العلم هنا أظن باللوجة ذا فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون وكذلك أنت وعلمت هذا قال علما يقينيا أو ظنا غالبا أن سهمك قتلوا الليب كذو إنو الدليب فكل عن حلال ويه وحود دليل أيا حديدكو مثلا لسكوها يفقاد وسكوها يانو ما شرط ما منك توقت أقارده والليب كالله الشباب إنه مركب كذب أورد وإسلام مركب على الفورد كوكارده مثلا سكد بجيتي مكرتها سكر راد قاد دبتا أنه ما يشر ربي كورده يقرف قطر أقوتك أبو حنيفة وحود هذا دربك دبتا أنه كوليلك كوكوانا وابغتي على حديث ميل جي الليلة والليلتين حديث اسكو في عين برابو وانا في هذا وركز واساس حديث اسكو غاربا روايه في اثارته بس كيرتا رحمه الله تعالى عليه. اخبر محمد بن عبد الاعلى الصنعاني واسماعيل مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي عن شعب بن الحجاج عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشيه عن سعيد وابن جبير الاسدي عن عدي بن حاتم الطين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت سهمك فيه ليب كذا هذا كو أركت إذا رأيت هذا أركت سهمك الليب كذا فيه في سي ولم ترى فيه أذن كورا أثرا ذاتك لأي قنيك وغيره ليب كأنك أهين وعلمت أذغات أنه قتل الليب كذا إنو الدلي فكل عنوى حلاله سيدا سوى علمه يظن هو يسخمت في الشريعة الإسلامية لا سيما في الأحكام وحي يقين إيا أذكو قاد علم حقيقي أنا تقطع بموجبه يعني وحي ويقين بعد كده وحي ظن إياه قادنا ظن بعد كده حكمتها سداسة وح لو شرط يقين مجره شريعة دين. أخبر محمد بن علي السنعاني أحكام تنكا الله إياه قواعد الكلية كما الله القاعدة الكلية لا تثبت بذنيات ثاوى مسلم أصوش إياه قواعد الكلية ظن اللي قمصه طيب لكن أفراد الأدلة وأفراد الأحكام ظن بالقصه لا بضع يعني لسكو خلدي أصل مقعد كما ذكرت لا تؤصل ولا تقعد قاعدة بدليل ظني طيب لكن طبعا ظنية شنظن ما يسكت دلان يسكت بالدلان قطع مركز فكل سيسا لأنه أصل كوحالوش هذه أنه قطع النقضة أصل كهذا وحي معارضة ولا أولي ردار ميل فردي ونقون هيا ولا دقاجين كرين ونصوص اللو أولي وحديث الليحيو ووحي كوري ما دل بريو أصل كنوع النقوني وأنه كتاقين هاي لغوا ورقيد فالتبر ملاينا يا طيب. اخبرنا محمد بن علي السنعاني قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم الطائي قال قلت يا رسول الله رسولك لو حار ارمي السيده وغرب ان توغنيا اما غنيا فاطلب اثره تاتكي سبان قادي فابتغي اثره بكذا أنت وانرات قاضي بعد الليلة هبين كتب كدبان هبين كتب هلايا ما حكم كسيه نبي الله سؤال بكو قدرا قال بحول إذا وجدت فيه سامك وقاعد أتسلي توجت هبين كعرض حذي إيوه كبر يا أذ هالشيء هذا ليب كذا كو أردت ولم يأكل منه الصبع إذا وارد هبين بري إذا موت ديجنا كذا ضن أيه رجوا حاجة عدود لي دقاق لي هذا قص أورن هيا عر إلهي مركا إنه هبين كاب الدرع أرك ما كان نبغى كوشة شيء غالب كابور حقنا أظن كوا ركثات يمعي الدقاق فكل عم بالي صبع وضواق ورواقة لباحة وحاصل عم باللوجي ده
صبع وحلوه ده نقول يهان لغويين تاما علم حيوانات تضبي كل عشان بالي أروى ما هي هاد دواقة تضبي برد بكل عشان إنك سوسقال بدك مرة لاتان قيلوا نمي أقو كل على الله بيطمن مياه لودونا أين نمى سقال با لودو مطمن با سقال با دو مركز يسكمي دي مانو مانو لود قيلوا الله بيطمن قيلوا الله بيطمن هلا إرمان أنا راعي جري قيلوا الله بيطمن وي ايوه ما هو انكم مربي 10 غارسياني حلو لا ما هلاي غالب كان قال لنا شعب عبد القادر اذا مركا كاهد وكبد بهذا فكل صبع مركا تضب كدشا والي ما قنا جامعه لا ويدنا جامعه هي دواغو دو بالغن دواغي وحنا اللباحي درواغي يا موق شبيلك يا رمعتك يا شبيلك تضب رد بكدشا بالي وركا ما جره باو سيدي إذا أنتر وحباي وقعد هذاي أرتو وقعد هذاي أرتو مع حكم وقعد أتوقتي لما تهذاي أرتو مع طلع أخبرنا أحمد بن خالد الخلال أبو بكر الفقيه عفوا أبو جعفر الفقيه البغدادي قال حدثنا معن عيسى القزاز قال حدثنا معاوية وابن صالح الحضرمي قال عن عبد الرحمن الجبير بن نفير الحضرمي عن أبي وجبير بن نفير الحضرمي عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك سيده نبي حكيدي في الذي رجل كي يدرك هليله هي سيده وارديزي بعد ثلاثة صدح مال موت كذب فليأكله نبيها عنبوي وعني إلا أن ينتنى إنه أربا مبويين ظاهر كنوا محيوة التحريم استثناهاس يا ريب الداس محيوة التحريم وهو مثل المالكية والصواب معهم أنه وحنا دان شافعيا أنها يواكراها التنزيه نينك أسوكو نفتي سؤيسين رقم سكو ضب ماها سكو طبع عدمي هي isku hunguray mininka isku fooda gelin kara wuxuu una karaa ila ninki ka banafahay ka bidiidiidana ka bidiidiidaya waa khilaafun nass wan nahyi nahyi waa in lagu xambaaro tahriim asal kis in laga baxana dilba u baanta dilna mahayn akhbarana muhammad dalal sanani qala hadathana khalid harith al-hujaymi khalid harith al-hujaymi hanuudan bi samal kitab siyam rahas wa nugu badna tay عن شعب بن حجاج شعب بن دبت تاغين مكان خالد حامل حارة أرغبت سيسوبة عن سماك بن حرب قال سمعت مري ابن قطري مري إن رضى الله الشضو أيها اللوبة وهذا هو لفظين ومري بالأوران بيدين مري بن قطري حافظك حلو ومقبول بمعنى ضعيف شارحنا وكل راعي وأنا خطأ من ذا أيضا الإمام أبو زكريا حن معين في رواية الدارمي عنه في تاريخه تضبق اللحذن يالليح رقم كأه تاريخ الدارمي عن ابن معين تضبق اللحذن يالليح وحكوه ابن معين ومري بن قطري ثقة ننكي مركة أبو نعيم هاي معوها أبو يحيى بن معين هاي متشدد كأه نمو اسكرلك البضار بران كده واثقة تنجلي إلا إذا هو مجهول أما هو لم يقان وور أن مشك جرين وذكر ابن حبان في الثقات مجلد كشانات أفر بقول كنتني يسقال وخرج له النسائي فالرجل ثقة تخرج النسائي واحتجاجه توثيق ابن حبان توثيق إمام أهل الجرح والتعديل وإنه معينا اسكدر واحد جرحين أنه كان مجره مرقى حافظ قدر كان ما أنه كيير شارحنا أصونا موانا جنين ماشان عن عدي بن حاتم الطائي قال قلت يا رسول الله رسول كلاهي أرسل كلبي إيجان درا أنسيدايا فيأخذ السيد وقارد ويقبته ولا أجد من هلا مرك قاركود ما أذكيه به وقارد وحنك جورع بالاوي ترى أنا وذنب بإيج قمان هيا فأذكيه مكو جورع بالمر وتلقح سيفاته مر وض ورلقح عط مرها بورها يشياها كبران هبين كان إفك بعزمة دارك نقد مي زمر نكرن ماي مرك سالوك للجبيه سيف باكس رلا السيد أكل نقطة وجورع هيا مر وها كاسة اللي هذا يا والعصا أول شيء رواية أبو داود بقى عدد وشق العصا وشقة العصا يا أول لا شيء لف اللي قي وش أضج يجيت ك هاي جد لف كتيمت ما كسر لوك هذا اللعيب سيفاتي من قنيس طيب نبي الله كور مهجور عنك رقان نبي حلو أهرق الدم دي قضادي بما شئت أحد أنت كجورع واذكر اسم الله عليه مقعنا أقابه لا بضع الله مكان ريبه حول مريدها قو بسم الله نده وأكو حلاله حديث كان مركب بابك مناسبه لليه معضو يمعضاني أنيك
شارحنا مشي لأنه بابك وحوا وارد هذا يكاء أرتمحات طلع هذا وحوك يعني وقارسي إيوه هواش يذبح وصا من ديك الله ضادي بس من الله قبته بركو حد عيقة ولا على إن باب كلمة شو كجري والعلم عند الحديث وصون قندنا في كتاب الأضحية بقصون قندنا إن شاء الله مركزنا أركينا باب السيد المعراض وحباب وقارسي قال وقارسه قرم قاته علينا زوم دور قرب المعراض أخبر محمد قدامة عن جرير محمد قدامة المسيسي عن جرير عبد الحميد الضبي عن منصور معتمر عن إبراهيم النخع عن همام بن حارث النخع إلى بتركيس عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أرسل الكلاب المعلمة أي لطبريبا درهيا لعربي وأفتقانه فتمسك علي وإيقى وأنا إيقبا فآكل منه نفك إيقبة نبا لو معنا أم حلال با قال الصبان وحوري إذا أرسلت الكلاب أيضا مركا درت المعلمة التوبر إلى عربيي والسؤال معاد في الجواب وذكرت اسم الله عليه ما قالنا أذوق بتوي فأمسكنا عليك أي كوقبة أذيق ويسا يوقب صنين فكل عن حلال ويه قلت وحان نبي الله وإن قتلنا ما حتى هديد لا قال وإن قتلنا ولما حلو شهيد كلا مجاري سوى باب كشيخ أدقائي ما لم يشركها دوسا لو وذاقين ويقوسا وذاقين ومطرحين كلب ليس منها أي أنا إذا كتر صنين أي كلا الضول أي دوريد أدور راعه هذه مركة حرام بيكان نقول أي أذن بسكود وقوانين أذن تببرين با أي قادي بركة إذنك آخر بروك ليا برور بذاق رمزوي قلت وحالي النبي الله إني أرمي وانقنا السيد وغادن توقتا بالمعراض أشا أفكا بضان أما برمحا للصوفيان قطورة أما قرمقاتي أما الليب آم بارلين انتو بغلقوا الشيقاي فأصيب مركزا لهلا فأكل معونكرا قال إذا رميت بالمعراض وسميت مقعلان أذو قبطة بسم الله التراض فخزق النيف كود للي أود الله أفأف أقرعه فكل عن حال وين أصاب وإذا أصابها دوكوها للنيف كي أغادي بعرض قدب كيسي بلع أقرعه يببع فلا تأكل عنوى قنع قنوى وبختي إذن معراض كنا هلكاس النبي قرده قاي باب ما أصاب بعرض من سيد المعراض ساسا إيدي قال أنيقا ساسا إيدي قال شارح أسوق حقوق ورن باب ما أصاب بعرض المعراض من السيد بعرض المعراض من سيد ساسا أردنا واسكم منهم باب ما أصاب بعرض وحب محو هاي قذب أقول عوي من سيد المعراض كرم قاتها وارد وارد سجيزة وحب قذب أقول عه إيه أم صنف أف أقول عمحاء وطلع إنتم بوجه ذا دبم بلا ما كلا دمير أم هرمري باب أبو بصور شيخ الشيخ حور وإنه حديث الدرق ذلك له كيانه هذا وسعري أخبرنا عمنا علي الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعب بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي عامل وشرح له الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم الطائي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده أفكس ضوء غرعه فكل عن وإذا أصاب بعرضه دقذب يببع غرعه فقتل سأكدله فإنه وقيد ونفل قنع قوي وقيد ونفل نبر ربي نفل كليد الغرفة أما ونها الغرفة برآن دلالة إنه انقوين الغرفة عليس يجوك دنت يا ميدان بالغ الله يا وحميدان تي عليس كود دنت وابقتي فإنه وقيد فلا تأكل عون وسيد علماء بديه وذا فصح واجر هذه ليب وادي هرمعت كات كود درت أي كات كود درت أي سكود عان جكت كود دنت وجورعين وذا داي الآن أن تغرب الناي لكن صوابك واسيد والنبي قول شيء وهي كصهرينا وذا أن حديثك كان وركيوي مركز جهالات كنا ترد إلى السنة مخالفة السنة اعتبار ملها وترد الجهلات إلى السنة وفرق بين مخالفة السنة والبدعة خطأ روح كدعى مخالفة وزن كدين دجانين مخالفة السنة اللي جاده وح روح كدين دجانها يا رب وقول التزامها ينا بدعة نقطة الدين تخلاف سن باب ما أصاب بحد من سيد المعراض وحي أف يعارض وقول بركة ما أش وقول عضه وقول المعراض كأه أخبرنا الحسين محمد الذارع السعدي قال حدثنا أبو محسن واسمه حسين النمير قال حدثنا حسين عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حان ويدي عن سيد المعراض وغارسك قرمقاتها قال النبي وحول إذا أصاب بحديها دو عارضي أفكا أقول دعائي عارضة
فكل عن وإذا أصابها الضنيف كهر إلى بعرض قذب يببعنا يؤش وين كذي فلا تأكلها عن وي. أخبرنا علي بن حجر بن حجر من ياسر السعدي قال أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي وغيره يولا ذكر عن زكريا بن الزائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراض فقال نبي وحور ما أصبت بحدي مرك شيء أفل أو عارض لي أو حقوني إلا شرطيه عند القدرة وجده فكل عن وما أصاب بعرض يقول وحور عنا فهو وقيد أي موقود ولا قنع قوي والدلين هاي ما قور عنه. باب اتباع السيد وقال إن الراع أو دقن لقد وقال سيد قبرار السيقة إيه لبضان تهي شيخ كهلا هيا باب كبل أرنب كأنجار وأسرع إنتاني. أخبرنا إسحاق إبراهيم الحنذلي أبو ابن رهوية قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي موسى أبي موسى اليماني أبي موسى والسكو خلافي أبي موسى اليماني مياه من سوى إسرائيل موسى الثقة البصري لو ذا بمشان الله لو ذا بمشان دعه نينك مرك أبي موسى اليماني با يا من كبار التابعين وعالي الطبقة ومن الثانية ولبعة لكنك إسرائيل ابن موسى لأبو موسى البصري الهندي أصوه وطبقة السادسة أو الخامسة ومتأخر والسكم ما نضاف وهذا حيث هو إسرائيل ابن موسى الثقة أبو موسى البصري ننك هذه اللي حدثك وصحي مران ملاح هذه اللي إذا هو أبو موسى اليماني ومجهول بالليلي أنا بلو أن ضريقة كلنا قدره. وأخبرنا حاء وتحويل الإسناد. وأخبرنا محمد المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال أحدنا سفيان الثوري عن موسى عن وهب بن منبه اليماني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور من سكى البادية ميغا يبادية روحي الدقة جفا وإنجا واق الله رين مقالكم مقالكم نحجر كيد حقوات كدبعي ومضبع الله رقمي روان طبيعة حميد باتر ترمي ومضاد ميد كو جوجسدا ميد كو دردرا ميد اسقباتان صاد عبد القادر كه او غهيسو وا سوهميسا وا سوفيسمي كنت رها يا غاتيرتو دنبا كا دمان لكن ما كان مي جوجت نغاس كو دحلان با جيدي باد كو غور عين كاد كو واد كا غوري با اسارك ميسا اريغا اري انو تابت ما اوغلي عروت لا غاتا تا ما اوغليت نين كبري با تا سانكاد كو سوخوتا ميل هدي قنين كا كو واد كا غوريس عيلكودو كو بييراي عيلكاد او غوري حريه مطلقه اون سا لغو لخه كو سو كورتي دور ما كان ضعيفا قلبي قال مركه مدحبا ملها ما لو سمعيو من سكن الباديه الجفا وحكوانيه يحكو شغن هلي ميسد بولشو يا مجتمع كو عربيان هلي ميسد مجتمع كو دحجيركيس وحما بو ترايا. طيب دقن كان مركه كو دحجيرتي با كا قاي نكوني والناس مو هاي ابن بيئتي معلمكو مركو 10 سنه عرور دحجوغ هو كبير بقلاي روح الله الله اصبر يا صدوبه او قرعايا العروق قرعون بارك جري يوحو يهوان ومعل لو دبا تاغان او ومدح او قلقلو اشو قلقلو يعروق كلا في جيو رغب لو مس دقمن مالك الرجس اركا وحلا محليدين وحلا دوام حسو دوبت واد قرعايا اصبر ايدي هذا قرب انك قبشت واد نوغي يدي ميل اسكو تري لبا كون عينيد بو ملي لبا كون افرت بصدح waadba mal ciid arfeela garan maay baanoo baantu qadan noo sabay baan meesha tagay waadkay wiil u dhalay baantu noo ugu ciyaaray macallin la joogan baa baantu ilmi qabta durbaaxo bay ilmi oo heeb hoosta kale waxa go'da la garan weyn macallin waaside in waa islooy wiil ku yaan u dhigayaan mooday way dadada dalkaan ugu qabsatay isli dhacdeed. Tayib niman hadda geeriisa maqalbo ah marka waxa weeye man sakan albaadida jafa waxani qalbiga la dabciyo oo kuwaaniyo oo kuloodiyo alchemist tabciga reemiga waa iska qalafsan yahay nin walba awood baa la soo sheegay nin walba wuxuu doono farta uu sameynaya marka miiga laga caaro waa naga soo maray meel kale sakan albaadiyati kufuri ka sakan alqubur tuuroyinka iyo meelaha miiga dadka degan dad qabri degan bay lamid yihiin awl aras waa hoosha miiga waa hata hoosha ma hoosha lama ومن يتبع السيد أقعد إنك دوقله أقعد سك الشقة كديكته غفر الله هالماما والبهار كذا يوحد دوام حي ساك حاجة أقعد دليلي حاجة كغفر ستة أمي أمي شقة لماي ولين هذا أقعد سد نو أي أما كتربان كشقة إسته صلاة يصون اسمها يا الضوضة دمير فوق هذا الحكم نقول
تذكروا شو صومر ويدي ومن اتبع السيد وقال إنك تبقى لنا غفل إله ومرأي ظروف كوكا اللي في يدن موية ها بدني ويهوش إلهي بات الماما يسأي توحيدك إيه عبادتك إيه قرآنك إيه الله كعبسك يا أخربا نفس القضية نين والبؤو هول الدنيا بادية وإلا تقيسا هول الدنيا هداد باديسو ويكولتك إذن الله يكون هالمنسين وحال الله مدى السيد كما كان وقال بس نمانك بطاق لا أدرم قولي هم بطاق وقارسدا أيها كلي تحق صلاة يصون يدين تا كغلي تكو بريك وقارسدا وحلوك يا أيوهي هو الخطر أو شيء هذا، وما يتبع السلطان بقرضا إنك تبقى سياسيين تي مملون تبقى بودنا، أوفتتنا والله فتنية في الندين بكون عذوي، ننسو في عين مساجد أو تجوا القرآن كوا خرسين عرض أو في عين بودي سياسة بانجلي، معين أنا وش وجهني أنت هذا إزلي جوجتين، إم سوادات بكون في النوبة فتنية برلمان إيه الدولة إيه إيه مدن سكرات كحمر كوا عرسات تدك اللوجيزي بابيس وما دي إمسا لقوا في الدنيا ما ملك سيسو وقافوا ما ملا خلافي إسلام يا نظام إسلامي أنك أهين في الدنيا ما الفرد دوي ومن اتبع سلطانا افتتنا ولا في الدنيا أما افتتنا وفي الدنيا أسقى في الدنيا حديث رواية حديث كأبي هريرة يا بابكم كو إيماني وحاكو جري وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا أظنك أنت بقر أي سلطان أي مدحوين أدوه هذا بإلهي كفك هذا أنت بقر أي شياطين أدوه هذا يد إلهي كفك تاي كو هذا شرم الشيخ فردية سنة عملين هيا أدوه هذا ما لقى زدينك قدام بي وحان دين الآن هين ما هيانا إنك سود مود هذا إنا يسون دوران هيانا ويسليين الأمن القوم العرب إلهين وكور ما هوش اللي قواي ورهضي عرب وحن نقطانا وحن نقول الله وعرب ضمن عستك أغنى الله طيب لكن أيها محبوب أهيمبا صوركم سيدا ما أيها محبوب أهيمبا نما مركا وإذا أنت محل اللي يدي رير كذا كنت يا هي يا رير طلعت كنت مركا عرب أيها إزقابي بمحيانا نوتر هيا وبعضان عربنا هاي وي إنك أصدوها وشاس لسكوها يستو وذلك أبو موسى اليماني أن كن نقضي أبو موسى اليماني الإمام الترمذي حديث كيسان بوريي مركا سوحوله هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث ثور. نينك أبو موسى اليماني هدوية نينك يهوري يمنيك لم يروي عنه إلا سفيان الثوري بعلي جدال ترمذي حديثك أولا تفرده من توري وحوري وحديث حسنة وصحيحة وغريبة لا نعرفه إلا من حديث ثوري وحين صمر والقاعدة تصحيح حديث الراوي تصحيح الحديث الذي انفرد به الراوي توثيق له وأوشا ولي أكو خلط منا تصحيح الحديث الذي تفرد به الراوي ومعي توثيق له الإمام الترمذي أبي موسى اليمن أكثر وأكثق وحسنه البغوي في المصابيح لابو كنت ضواب بغل سقاشان يلابو وصحاب عبد الحق الإشبيلي في الصغرى وجود إسناده ابن مفلح في الأداب الشرعية مجلد كصدحات صدح بغل أفرتني اللح وجزم أصوح جزميين يا إسرائيل يا هاي ابن موسى الثقة إجده وخرج له النسائي واحتج به وذكر ابن حبان في الثقات ولم يجرح نينك محيجز ويزاد نينك أنين صدوق ومكو إيريها ورك حافظك يذهب يشارح ميل ما نيل ضروق حديثك أولي يا هاي يشاهد كسائب هوري فافاين ليرا نكو بانا كم راجعي أنيسو ساريك صدح كن لح بقل صدن يسيدين صدح كن لح بقل صدن يسيدين حديثك أبي هريرة وأنكو صمري في السنة بدون كو صمري طريق لبعضنا وشيء حديثك واحد يتحسن وقعد سيقى بغن يا الباب يا واللفظ هذا أنا الشيقين اللي ابن المثنى بإسكالي ومحمد مثنى سنة كدنبي لبا سنة بوها لبا الشيخ بقولها النسائي إسحاق بن راهيم حا دنبا تمد وأخبرنا محمد مثنى صمال أرد الشيخ دنبا اللفظ إسكالي إسحاق بن راهيم بالمعنى بكور ياوي إذن الباب ده سلطان كي بقران إسكا إلالية نيو البودين كافد نين كفقوي مي يغان هدايس دروفو كلفن هلاغا عروي حلقة في النوين كبطان إما غريو أي آفوبان إن مي يلقو بدبادي صبان واحد كالوكو شيغي والله أعلم.